شكرا معالي الوزير على هذه الكلمة والشرح القيم. على مدار السنوات الأخيرة اتبعت وزارة التعليم والبحث العلمي مسارات خاصة بالشباب وطلاب الجامعات تتمثل في تنمية مهارات الشباب ودعم الابتكار والمواهب ضمن رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في بناء المواطن والإنسان المصري. الآن مع كورال من شباب العالم الإسلامي. Et désespoir, la jeunesse nous amène tous.